الجهة الشرقية، السيد مصطفى الخليفيوي المستشار البرلماني للحزب، السيد عبد السلام الطوسي الأمين العام الإقليمي لحزب الدروش، السادة منتخب الجماعات الترابية والغرف المهنية بالإقليم، ضيوفنا الكرام من ممثلي الحزب إقليم الناظور والدروش والحسيمة وبركان ووجدة، ومن الفعاليات الجمعوية والسياسية بالمنطقة، حضرات السيدات والسادة، يشرفني باسم اللجنة التحضيرية للجمع العام المحلي التأسيسي للحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعات الترابية لعيت وليش ابن طيب مهاجر وردانة وتليليت وابن طيب، بأن أرحب بكم في هذا الجمع المبارك المنظم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة من أجل الإعلان عن تأسيس الأمانة العامة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمنطقة عيت وليش. نعم حضرات السيدات والسادة، إن مناضلات ومناضلي الحزب بهذه الربوع المباركة من وطننا العزيز. من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. طبيعة الحال قص إقليم دروش كما أخص إخوان صحافة بدأت الإخوة في سن الأقاليم الأردنية خاصة حضور وازن للأمانة الإقليمية النظام يخدع عن هذا في إطار المؤازرة والإعلان عن توحيد المواقف المشتركة في القادم من الأيام إن شاء الله. نغم شين والتطعشة أنك فعاليات سياسية حقيقية لكفاءات سياسية للمنطقة كل شيء نقد البداية من زين طبيعة الحال مش تنزل لوبيات سياسية تحتكر السياسة تريد أن تكون ممثل ديال المنطقة جميع المحافل. هناك شباب يتم إجهاد على حقهم في التواجد داخل التنظيمات الحزبية ولحد الآن شن توارى مجموعة من الأحزاب السياسية التي في المنطقة مارست السياسة في حين وغاصرت المقرات، وهذا العيب الخطير. لا يعقل أن نمارس السياسة وذن بالفضاء مقر سواء إقليمي نيخ محلي أساسا يسمون المناضلين الفكان مارة من زغويان غزة الحزب ديالنا هو حزب اللي كيلامس كيلامس الانتظارات ديال المواطنين وكذلك كيناقش جميع المواضيع اللي ممكن نعتبروها تابوهات اللي كيعتبرها تابوهات بعض الاحزاب. على سبيل المثال قضيه ديال الامازيغيه، قضيه ديال الجهويه المستعب مختلف المصطلحات ديالها، كذلك حزب اللي شجعني ان كمناضل باش ندخل لهذا الحزب وتوفر في القياده توفر ووصول لأبناء الريف العزيز لمناصب القرار في الحزب، وهذا يشجع أننا نتعاون مع الإخوان في المكتب السياسي المنتمين للمنطقة الريف وكذلك جميع المناضلين على أساس أن المشروع ديال حزب الأصالة والمعاصرة يكبر ويكون نوضعه
على السكه الصحيحه في هذه المنطقه ديالنا الريف لخدمه الريف على العموم. وشكرا. الدركاوي الامين العام الجهوي لحزب الجهه الشرقيه ونائب برلماني. الان كلمه عضوه المجلس الوطني لمنظمه نساء الاصاله والمعاصره الاستاذه مليكه الاسره الطاهره، فلتفضل مشكوره. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدة المفكر كيمنو باسم منظمة نساء الأسرة والمعاصرة، هي بعد كيتحدث من شهر 4 أبريل. بالنسبة للإقليم شكون غادي كل شيء المراحل النف زي مرحلة الحوارات المرحلة اللجنة التحضيرية حتى المؤتمر حتى المكتب، وغادي نقول لكم مهمة كجهة شرقية بأن شهر العضو عضو ديال المكتب المسير المكتب التنفيذي المنظمة، والمؤتمر يعدو مليح ومن بين المسائل داز ديوي جديد وهو لجنة الاستقلالية المحلية خل مراكز الوطنية، وهو أن الأجندة اللي خدمت المحلية النسائية تكن تنسند منين انت جيتي الشر جبنا الاجندة وتناقش على المستوى وتناقش على المستوى الوطني. المستوى الوطني يديري تنسيقي كذلك جهوي وكذلك الاقليمية، وهو غا 7 سنين غادي يعاود يجو ما صافي وانتهى. وشو غادي يجي الاقتراح عاد يتبايعو عا خواليته وهو ديك 5 سنين هو تعويض جات اثنين الامين العام الاقليمي للحزب الدريوش، الساده منتخبو الجماعات الترابيه والغرف المهنيه. فليتفضل مشكورا واستسمح مره ثانيه. يا ريتو يا ياك. بسم الله الرحمن الرحيم. تسليمه يا ميم مليح. خبز والو ولا بد ان نشكر سي عزام ازعم. سميت جا كان يجمع نهارها يزعم باش هذه اسس لذات الناس فرع المحلي لحزب الاسر المعاصر. شكرا الحضور السيد البرلماني السيد مصطفى الخفيوي اللي حضرنا كينا، السيد الامين الجهوي نائب برلماني كذلك عقيم الدريوش عضو. وبصفة عامة هنيئا للريف الكبير بحزب الأصالة والمعاصرة، وهنيئا لحزب الأصالة والمعاصرة بالريف الكبير. فالمنطقين متكاملين متراصين منفعة مشتركة باش نوزن. إلا منايا يتحتاج التصن الصباح، التصن خدمة، التصن مجهود، واحيانا لازم يتقنط لانه يطوط شي الهدف بغيا، واحنا احيانا يقرا شي هو من الحزب هذا يسفران من غادي يسفران لا الحزب المشروع يبدا يطرح انت سم، ولكن الحزب تستمر وذي التراكم ما يخسر ضوء. فلهذا في حزب الاسره المعاصره فوسك فوسك يسن باش نحقق مصالح لا تولش الاقليم دريوش الريف الكبير والعموم المغربي. لهذا اهنئكم اليوم عن هذا الانجاز، واتمنى التوفيق للامين المحلي غيتدخل من نهارا بالامان المكتب المحلي يختار تغرسيهم ان تعاونوا باش تبدلوا الخطط، باش تبدلوا الخرطات، باش تبدلوا الخريطه، باش تبدلوا الانشطه، باش تبدل المذكره المطالب، باش تبدل الاصاله والمعاصره الكرديه كما اعتقد اول حزب كيفتح مقر بشكل منظم في هذه المنطقه
على اعتبار ان جميع الاحزاب السياسيه المتواجده في هذه المنطقه كتشتغل بطريقه عشوائيه. اذن هذه بادره تحسب لحزب الحضاره والمعاصره بمدينه ايروتيوب. كنتمنى التوفيق ان شاء الله لبناء حزب قوي منظم بحزب مؤسسه حزب يعني مشكل بطريقه ديمقراطيه لبناء الحزب القوي في هذه المنطقه. والبناء الحزب القوي كيعطي نخبه سياسيه قويه، وبمجرد ما كتكون عندنا نخبه سياسيه قويه بطبيعه الحال كتكون المنتخبين قويين، والانتخابات المنتخبين قويين كتعطينا تدبير شكل محلي في المستوى. اعتقد بان الحزب الاصل والمعاصره جمع في هذه المنطقه خيرا من اطر ديال هذه المنطقه ومختلف الفاعلين السياسيين. كنتمنى اليوم التوفيق وشكرا. تشديد القرار ديال الامان الاقليمي الناظر بانه غنخدم مره ان شاء الله ان تفوز فوز ان تنجح العمل السياسي اللي مطيب اللي الناظر اللي يعرف الامن كامل. نش لينا اللي جميس متقبلش هذا النتيم خرق هذا النتيم عبي هذا النتيم وأخاقي الأمانة الإقليمية من النظار أخيراه الإشارة الحزب لأي معركة نضالية. ونتمنى التوفيق للإخوان غيرين من مكتب الأمانة المحلية ميكو الشش. وشكرا للجميع ونشكره على حسن استضافته. في هذا اللقاء التاريخي ونشكره على حسن استضافته الكريمة كما لا يفوتني أن أوجه تحياتي وتشكراتي لكل من ساهم من قريب أو بعيد بأنجاح هذا العرس النظامي متميزيا لعمومنا لجمعنا التأسيسي هذا. كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.